حلقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أولى ساعات النهار يوميا بنلتقي فيكم من خلال برنامجكم اللي بيشحنكم بالطاقات الإيجابية، برنامج طاقات بلا حدود، بنفس هالتوقيت كل يوم الساعة 12 للساعة الواحدة ظهرا وعلى مدار أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، معايا أنا أمينة العبدالله. وايضا مثل ما تعودنا مستمعينا الكرام، كل اربعاء بيطلع علينا احد محامينا او مستشارينا القانونيين اللي دائما اكيد احنا بنتعلم من خبراتهم، ودائما يعني بيثقفونا بحقوقنا القانونيه. اليوم رح نتناول احد يعني المواضيع المهمه جدا، مواضيع كثيرة رح نتطرق لها إن شاء الله خلال هذه الساعة، ورح أكيد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر طلال العشماوي من مكتب المحامي ياسر طلال العشماوي رح اليوم أكيد نحصل على الكثير من المعلومات اللي رح نستفيد منها إن شاء الله خلال هذه الساعة. اليوم موضوعنا مستمعين الكرام رح يكون عن إثبات الحقوق المالية. مساك الله بالخير أستاذ ياسر، حياك الله معاي بطاقات بلا حدود. أهلا وسهلا. اليوم إثبات الحقوق المالية، يمكن كل واحد الحين عنده حق مالي بيجيله تفكير كثير عن الحق المالي. إحنا راح نتطرق أكيد لكثير من المواضيع والتفاصيل خلال سياق الحلقة. خلينا نبدأ في حكاية العقار وملكية العقار، كيف ممكن الشخص أستاذ ياسر يثبت حقه في ملكية عقار ابتداء من رغبته إن هذا الشخص يبغى يتملك هذا العقار؟ أول شيء أشكر قناة ألف ألف لاستضافة اليوم، وأتمنى إن شاء الله أنه نطلع بمعلومة مفيدة للأخوان المستمعين. طبعا بداية إثبات ملكية العقار تبدأ من تواجد رغبة من الشخص أن يمتلك عقار معين، بعد أن يكون يعني طبعا عاين والمعاين نافل جهالته من حيث الالتزامات، من حيث العقار وطريقة البناء والموقع إلى آخره. فتبدأ العملية برغبة في الشراء من قبل المشتري، يتقابلها رغبة في البيع من قبل البائع. هذه الرغبتين يجب أن تتلاقى في عقد جرى العرف على أن اسمه عقد مبايعة، وهو عقد بيع وشراء عقار معين موصوف دقيق بموجب عقد، يحدد فيه كافة التفاصيل تخص العقار، ويحدد فيه طريقة الدفع وطريقة التسجيل. فور أنه يتعاقد الطرفين ويكون في مبالغ مسلمة، بيحددوا موعد لإفراغ هذا العقار لدى كتابة عدل واستخراج سكن. في بعض الأخطاء شائعة في عملية شراء العقار، اللي هي في ناس يسموه عربون، مسألة العربون هذه مسألة تشكل إشكالية في بعض العقود، ففي ناس ما يفهموا أنه العربون هذا غير مسترد في حال عزوف المشتري عن إكمال عملية الشراء. فيعني هذه قد تسبب بعض الإشكاليات، وأتمنى إنه اللي يشتري عقار يعني يحاول إنه يتجنب المسألة هذه بدفعة أولى، ويحدد فيها إنه الدفعة هذه مستردة في حال عدم تحقق شرط. هذا يخص بعض الناس اللي يشتروا العقار عن طريق البنوك أو عن طريق تمويل، والتمويل هذا ممكن يكون أوكي أو لا. بالضبط، كنت بقول لك لو كان يعني داخل فيها البنك، لأن يمكن كثير الآن يعني من الشباب يعني بيكون فيها مثلا بنك أو مكاتب التمويل العقارية، هذه فيها مشاكل بيكون ولا نفس الشيء لما يكون من طرف لطرف دايركت؟ يعني في المبلغ بيدفع كاش، يعني سواء كان مليونين ثلاثة. هو طبعا المشتري لما يجي يشتري عقار يحتاج ان اول حاجة يثبت ان العقار هذا يعني محفوظ لصالحه الى حين الانتهاء من اجراءات التمويل، لان الجهة الممولة تحتاج تطلع العقار تدرسه وتشوف العقار هذا من حيث حتى عنده اشتراطات معينة في عمر العقار، في ثمن العقار، حسب الدخل اللي يخص المشتري نفسه. فهذه تحتاج وقت، فغالبا الناس اللي بتشتري العقار هذا تحتاج هذا الوقت حتى ما يكون العقار بعد ما ياخذ عليه موافقة يكون تباع لشخص ثاني، فيحتاج انه يربط البائع بموجب عقد ويحدد فيه شرط. ممكن يكون في شرط جزائي بسيط يتفق عليه البائع والمشتري في حال انه مثلا ما جات الموافقة، أو في حال تعثر الشراء يخصم هذا الشرط الجزائي، لأنه يخصم حتى لا يكون في ضرر على البائع من جراء حبس العقار لمصلحة المشتري. نعم. طيب يعني الحين نتطرق أن المشكلة مرة مهمة، يمكن اليوم أنا برنامج جدار قلت عنها أو كان في خبر عنها، يعني كيف ممكن أن الشخص
يثبت حقوقه المالية لما يستخدم عمالة منزلية، خاصة نحن بنعرف أن اليومين هذه أستاذ ياسر في عندنا بيعانون كثير من الأسر السعودية من مشاكل استخدام العمالة المنزلية، استخدام الأهلية. اليوم أنا يمكن قلت خبر صراحة يعني تعليق عليه في تويتر كان شيء مرة رهيب، بسبب نقل الكفالة داخل المملكة أنه وصلت ل 45,000 ريال سعودي. يعني كيف أقدر أحمي نفسي، كيف أقدر أحمي حقوق المالية حتى لو نقلت دفعت 45 ولا لو كانت حتى إن شاء الله 1,000 ريال، 1,000 ريال بس تم فيها نقل كفالة، أنا ما أدري عنها تطلع عقب 2-3 ما هي بصاحية، معليش أنا هالكلمة. هو يعني في العادة طبعا لما إحنا نكون قريبين من شهر رمضان المبارك فتظهر الحاجة وتظهر المشكلة بشكل يعني أكبر تطفو على سطح لكن هي عادة لما يكون في شخص يبغى يستقدم عاملة منزلية أو سائق خاص من خارج المملكة ويكون حصل على التأشيرة هذه، لازم يراعي نقطة أنه أول حاجة لما يتعاقد مع أحد يكون هذا الشخص مرخص حصل على رخصة لمزاولة مهنة الاستقدام ويعمل في المملكة العربية السعودية من خلال رخصة ونظامي. حلو. الغالب أنه نجد بعض الناس يتعاقدوا مع أشخاص مجهولين ويدعوا أنه عندهم علاقات مع مكاتب استخدام خارجية ويجب ما في نظام يحمي الشخص هذا متعاقد مع شخص غير مرخص لأن هذا الشخص ما له مرجع. طبعا الأفضل هنا أن الشخص من يحصل على رخصة عفوا تأشيرة لعاملة يتوجه لواحد من المكاتب الاستخدام النظامية ويتعاقد معه بموجب عقد ويتأكد أن البنود اللي موجودة في العقد تتماشى مع الأنظمة اللي معمول بها في حسب مكتب العمل، وطبعا أكيد طبعا هيدفع دفعة يتأكد أنه حصل على إيصال واضح فيها. إذا كان في مخالفة أو في تأخير من المكتب اللي تعاقد معه أكيد طبعا في شروط جزائية، وهذه طبعا مرجعها أنه إذا خالف المكتب الفترة أو خالف الشروط يتوجه مباشرة إلى مكتب العمل، هي الجهة اللي تنظر القضايا اللي تكون بين المواطن أو طالب التأشيرة فيزا مع مكتب الاستقدام. نعم، والحين يمكن الفترة الأخيرة طلع فيها قوانين يعني تضبط الموضوع، موضوع الاستقدام يمكن إذا تأخر، إذا واحد طالب عمالة منزلية وتأخر كل تأخير يوم ب100 ريال وخلال ثلاثة أشهر ممكن يسترجع فلوسه يعني. طبعا أيوه، هذه ميزة الحمد لله أنه مكتب العمل بلامس المشكلة وفي تطوير مستمر، وإحنا متأكدين أنه في القريب العاجل حيكون في أنظمة تضبط العملية هذه بطريقة أوضح وطريقة أسهل. أما أبغى أعلق على نقطة هي مسألة 45,000 نقلة كفالة. حقيقة هذا رقم أنا صدمت فيه، وفعلا سمعنا أرقام أكبر من كده وأقل من كده. طبعا هذه مواضيع يعني أنا أشوف أنه يعني اللي متسبب فيها الحاجة الوهمية، يعني لأن الشخص إذا كان عنده وصلت به الوهم أنه يحتاج العامل ويدفع 45,000 وتلاقت رغبته مع واحد موافق أن ينقل كفالة، النظام ما يسمح. أكيد. النظام يسمح بنقل الكفالة لكن العملية المبالغ هذه مسألة غير محمودة وغير مقبولة، وقد يكون فيها استغلال الحاجة، ويعني إن شاء الله أنه في الأيام الجاية لما تتنظم العملية هذه ما نسمع الأرقام هذه ولا نسمع إن شاء الله يا رب. خاصة حتى الأجور، يعني أجور العمالة صارت بشكل مش طبيعي، يعني بنسمع بأجور ما كانت موجودة قبل يمكن 5 سنين أستاذ ياسر. يعني نتمنى أنه يصير في ضبط، يعني مو بس من المسؤولين حتى منا إحنا كمجتمع أن من ساهم أن المشكلة هذه تتفاقم أكثر على السطح. احنا يعني اوريدي في عند شبابنا يعني الاجيال القادمه في عندهم ازمه بطاله، ضعف رواتب، في ازمه سكان، عفوا سكن، ما نبغى تكون هذه ايضا ندرجها ضمن الازمات في المستقبل عندنا. هو في نقطه بالنسبه للشخص اللي يعني ينقل كفاله مبالغ عاليه حابه انبه عليها انه ما في يعني شيء يضمن له العامل هذا، فممكن يعني ممكن بعد ما ينقل كفاله ويدفع مبلغ للشخص يجي العامل يرفض العمل او مثلا صحيح. فهنا ما تقدر انت تجبر العامل انه يشتغل، عكس لما يكون متعاقد مع مكتب نظامي ففي فتره بيعطيها المكتب للمستفيد من الاستقدام انه 3 شهور حسب ما جرت العاده انه يضمن له انه في حال رفض العمل يعوضه عن التاشيره في حال انه يكون جاء وفي مثلا عائق صحي عائق يضمن له العملية هذه على أقل فترة تجربة العامل المعتاد اللي 3 شهور الأولى من العقد. بس صحة بس عفوا بعد 3 أشهر ساعات بيصير في لغط مع العامل، يعني أو العاملة بترفض أنها تشتغل أو مثلا ما بيشتغلون زي الناس بعد 3 شهور، ما تقدر حتى لما ترجعهم المكتب مثلا بيرجعوا لك. هي شوف يقول لك خلاص خلصت 3 أشهر التجريبية حقتها أستاذ ياسر. أي نعم، هي 3 أشهر الأولى طبعا بكون ملتزم فيها حسب العرف والمعتاد في العقود، طبعا يكون ملتزم فيها مكتب الاستقدام. بعد 3 شهور تكون الجهات تكون المحكمة هي الجهة المختصة بالموضوع هذا، فإذا كان في ضرر على
المستقدم من العامل أو كان العامل رافض عمل وسبب ضرر، ممكن المستقدم يتقدم بدعوة في المحكمة ويطلب فيها حقوقه من العامل. نعم نعم، يعني حقه ما يضيع حتى بعد 3 أشهر إن شاء الله حقوقه. إن شاء الله. طبعا هذا شيء معروف إنه المحاكم تنظر الدعاوى هذه وتنظر الضرر إذا ثبت طبعا من العامل أو العكس. حلو جميل. طب في حالة مثلا أستاذ ياسر الشخص حب إنه يعطي سلفة مالية لشخص، أو خلينا نقول مثلا هبة أو وصية، كيف ممكن أن الشخص يضمن هنا حق المال؟ كيف هنا يصير في التعامل مع الحقوق المالية في الحالة؟ طبعا إحنا لازم نفرق بين الوصية والسلفة. فالوصية لها أحكامها، والسلفة اللي هي السلفة المعتادة اللي هي القرض الحسنة. إذا الشخص طبعا حب أنه يعطي الشخص سلفة مالية، فأفضل أنه يكون في ورقة مكتوبة بينهم شاهدين عليها أقل شيء 2 يتأكدوا أنه هذول الشهود شهود عدول، لأنه إذا أنكر الطرف الآخر مسألة الدين أو كذا فنضطر حنجي في مرحلة من مرحلة القاضي أن الشهود هذول نحتاج لهم الناس يزكوهم، ونتمنى أن يكون الشهود يعني موجودين، لأن هذا شيء أساسي لإثبات الله. طبعا إذا ما كان في ورقة ممكن تثبت بالشهود نفسهم بدون ما يكون في ورقة، أو تثبت بكافة طرق إثبات حوالة بنكية، شيك مصرفي، إيداع، سند إيداع في حساب معين، لكن الأفضل هذه الأشياء تثبت الإيداع. نعم والحوالات تثبت المعاملة المالية، لكن ما تثبت إذا كانت سلفة والتجارة. لكن لما تكون مكتوبة فرقة وموضحة أنها تكون سلفة مالية تحديدا ويحدد حتى أجل لردها يكون أفضل، على أساس إنه ما ندخل في مسألة إنه إذا ثبتنا المعامل نسبة التعامل نفسه. فهذه نقطة يعني لازم مراعاتها، وهذا حسب ما جاء في شرعنا لازم تكون مكاتبة حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نفس الشيء في مجال البيع والشراء أستاذ ياسر، ولا بتختلف؟ نفس الشيء في البيع والشراء، نفس الشيء في كاف معظم التعاملات المالية لازم تكون مكتوبة، ويكون والأفضل إنه بالنسبة لعملية البيع والشراء يكون بموجب عقد. عقد بيع وشراء سلعة قاعة أي حاجة تكون موصوفة فيها الحاجة هذه، وتكون متفق فيها على الثمن، وتكون متفق فيها على طرق التسليم، متفق. وهذه طبعا أمور قد أن تلتبس على البعض، في يعني مثلا تصعب عليهم عملية العقد وكذا، ففي محامين إن شاء الله إحنا محامين، والمحامين هم الناس اللي يعني الأفضل من يعمل الموضوع ده. صحيح. احنا راح نطلع فاصل، لكن قبل الفاصل خلينا اذكر مستمعينا الكرام ان موضوعنا اليوم عن اثبات الحقوق الماليه، وحول هذا الموضوع معنا المحامي والمستشار القانوني الاستاذ ياسر طلال عشماوي. ايضا كل اللي حابين يتواصلوا معنا عقب الفاصل عبر ارقام تواصلنا اس تي سي، راح تكونوا طبعا عبر الاس ام اس، اس تي سي راح تكون على 84777 00، موبايلي 64660 0742، وبالنسبه اللي حابين يتواصلوا مع الاستاذ ياسر بشكل مباشر راح يكون عبر خط 012-61-61-100، أيضا على صفحتنا بتويتر على @أمينة العبد الله @ياسر_طلال. أيضا كل الشكر لكل أصدقائنا بتويتر واللي بينشرون الطاقة الإيجابية يوميا عبر تويتر، طارق الشيخ، جودي قمر، خليل هوساوي، محمد روميو الزهراني، ونسر، وسعدية نذير، موفق عقلان، والجنوبي المصعبي، السيد العبادي، وعلي سلطان، وبدر البدور. فاصل ورح نرجع نواصل، فأبقوا معنا. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. مساكم الله بكل الخير وعساكم على القوة. رحب فيكم مرة ثانية مستمعين الكرام، كل اللي معانا من بداية حلقة اليوم من طاقات بلا حدود، وأيضا كل اللي انضم. أذكركم أن موضوع حلقتنا اليوم عن إثبات الحقوق المالية، وحول هذا الموضوع معايا ضيفي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر طلال عشماوي. لكن قبل ما نرجع ونستطرد في بقية الأسئلة، خليني أشكر كل أصدقائنا على تويتر واللي ما زالوا بيرتويتون لبرنامج طاقات بلا حدود، وينشرون أيضا الطاقة الإيجابية كل يوم في نفس هذا التوقيت. زهير قربان، وخالد النشوري، وبا صافي، وبندر جفري، وأيضا تهارت في مكة، طارق الشيخ، يعني الصراحة ما تقصرون، وراجح الحربي، عبد الله الصيعري، دنيا البخاري، والخيال الصامت، صالح بدويس، وعبد الله الرحيلي. أكيد رح أرجع أقول لكم الأرقام مرة ثانية عشان اللي حابين طبعا تشاركوا معنا بشكل مباشر، لكن خلينا رحب بضيفي مرة ثانية الأستاذ ياسر. حياك الله معنا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا. خلينا نروح على إثبات الحقوق بالنسبة للاستلام وتسليم المبالغ المالية.
كيف بتتم هذه؟ كيف الشخص ممكن يثبت حقوقه في هالمواضيع؟ طبعا زي ما وضحنا قبل شوية انه بيثبت حقوقه بخلال اوراق سند قبض موضح في المبلغ هذا اللي تسلم كاش ولا شيك، يذكر في رقم الشيك اذا كان حوالة، طبعا يذكر في الحوالة، يعني تعمل سند يذكر فيه انه تم المبلغ تم ايداع مبلغ عن طريق حوالة بنكية على حساب رقم، يذكر البيانات حقت التحويل، يذكر البيانات. اي طبعا افضل انه في المواضيع هذه يتجنبوا النقد، المبالغ النقدية. ليش؟ لا لانه قد تشكل، يعني لما يكون مثلا عباره عن شيك او حواله حتى في حال انكارها اذا لا سمح الله صارت هذه المشكله فيما بعد، فطبعا تثبت من البنك نفسه مساله بسيطه من كشف حساب البنك، اثبت انه فعلا هذا المبلغ تورد لحساب الطرف الثاني، الشيك اثبت انه، لكن النقد قد يشكل بعض الاشكاليات وتحتاج انه فعلا اثنين شهود يشهدوا انه هذا الشخص الطرف الثاني استلم المبلغ النقدي في الوقت الفلاني والتاريخ، ندخل في جدل اكبر. فنفضل انها تكون التعاملات بنكيه عن طريق أفضل. شيك اي نعم عشان الاحداث اللي عاد يعني يثبت حقه، لان كثير يمكن حنسمع احنا اكيد بعد من سياق الاتصالات إن كثير يمكن حقوقهم ضاعت بسبب إن ما عندهم إثباتات، يعني وبيرجعوا لك إلى حلف اليمين وما إلى آخره من الأشياء اللي زي كده. طبعًا. طيب بالنسبة خلينا ندخل موضوع المرأة، المرأة في الأعمال التجارية هل بتقدر أنها تظهر بنفسها؟ والوكيل الشرعي كيف ممكن تحفظ حقوقها، خاصة يعني المرأة في تجارة الأعمال يمكن هنا بيصير في كثير من الخوف من الحرص في هذا الموضوع، بالذات إذا كان عندها شركات عندما بتتعامل مع بعد مبالغ مالية كبيرة. أستاذ ياسر، المرأة شأنها شأن الرجل في التعاملات المالية، ما في شيء، ما في نظام يمنعها من أنها تروح تباشر أعمالها التجارية بنفسها، زي شأنها شأن الرجل، ممكن توكل زي الرجل، الرجل ممكن يوكل والمرأة ممكن توكل لوكيل شرعي للقيام بعمل. طبعا في نقطة بس النظام خاص المرأة فيها، وهي نقطة المعرف، وهذا يعني مسألة مهمة جدا لحماية المرأة نفسها وحماية حقوقها، وهو إثبات أن المرأة هذه هي نفسها صاحبة التعامل هذا أو صاحبة البطاقة هذه أو صاحبة، وهذه نقطة لحماية المرأة، ويعني حمايتها من أن تجي مثلا أحد ثاني ممكن تحل صفتها بالضبط. اي لان احنا مجتمع طبعا في غالب الأحيان بالنسبة الأكبر نعم. المجتمع محافظ، فتسهل على المرأة ويضمن حقها أكثر عملية البصمة. البصمة مثل لما تروح المحكمة أستاذ ياسر، لأن أنت يعني لمست نقطة مهمة، يعني كنت بقولها لك إنه ليش ما يكون في فروع نسائية، لأن أنا حتى لو جات واحدة معها بطاقة القاضي أو اللي بتروح ليش عرف أن هي نفسها اللي موجودة في السابق، وفي السابق كان التعويل الأكبر على المعرفين، والآن الحمد لله اتطورت المسألة هذه من خلال البصمة اللي تثبت تعريف المرأة هذه. طبعا بالنسبة للفروع النسائية احنا نلاقي انه ما شاء الله يعني الفروع النسائية متواجدة في كل إدارة وفي كل في البنوك، في أقسام نسائية، في معظم الوزارات، في معظم الأماكن الحيوية اللي يكون فيها مراجعين، كل الأماكن بصفة عامة فيها قسم مخصص للنساء تيجي فيه المرأة وتأخذ تعاملها من مرأة مؤهلة، وهذا الشيء الحمد لله يعني ما شفنا أحد بيعاني من المسألة هذه. طبعا ما في أي مشكلة أن المرأة تباشر أعمال بنفسها، ولا الرجل أن يباشر أعمال بنفسه، والرجل والمرأة يشتركوا في مسألة عملية التوكيل، بس أهم حاجة أنه يراعوا الوكالة اللي يسووها. هذه مسألة خطيرة، مسألة التوكيل أكيد طبعا. فتراعي أنه لما تيجي توكل شخص أنه هذا الشخص أول شيء يكون شخص مؤهل جاهز أن ينفذ العمل اللي توكله فيه في مجاله، وتراعي الصلاحيه اللي تعطيها له من باب انه يعني اذا مثلا تبغى يروح مثلا يعمل عقد تحدد له وكاله، بنتعاقد بتعمل له وكاله نستلم مبلغ مالي، تدي له وكاله مخصصه في صلاحيه معينه او في موضوع معين، حتى انه تقفل معظم الابواب اللي قد انها يعني البعض ممكن يسيء استغلالها سواء عن قصد او عن جهل، ففي النهايه بتشكل مشكله. يعني احنا ما بنخون احد استاذ طبعاً ياسر، من باب الحرص، من باب نعم. الحرص حتى يعني بنشوف احنا يمكن كثير حتى يمكن امهات وقعوا في مشاكل مع ابنائهم اللي هم زي ما احنا بالحشاشه تيوخهم، يعني كثير يمكن امهات، وشفنا احنا من سياق يعني لك من باب الحرص وحفظ الحقوق، حفظ الحقوق في النهايه. احنا نطلع فاصل سريع، عقب الفاصل راح نرجع مع نقطه جدا مهمه
مستمعين الكرام، لكن أيضا رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100. اللي حابين يتواصلون مع المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر طلال عشماوي رح تتصلون على 012-61-61-100، أو ممكن ترسلون مشاركتكم عبر الاسمس STC رح تكونون على 84-7700 موبايلي 640-660 زين 746-2-62. وأيضاً بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا على طبعاً صفحتنا بتويتر على @@FM وآت أيضاً أكاونت الأستاذ ياسر ياسر_طلال وأيضاً أكاونتي الخاص @AminaAlAbdallah83M4E. رح نطلع فاصل سريع ورح نرجع نواصل معكم وأبقوا على أثير @FM. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. لكل اللي حابين يتواصلوا مع المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر طلال عشماوي رح نبدأ إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100 012-61-61-100. أيضا بإمكانكم لكم تحطون مشاكلكم مشاركاتكم استفساراتكم على صفحتنا طبعا بتويتر على @@FM وآت @ياسر_طلال وآت @AminaAlAbdallah83M4E. أستاذ ياسر، قبل ما نبدأ نستقبل اتصالات، السؤال الأخير ورح أبدأ أفتح اتصالاتنا للمستمعين. سؤالي بالنسبة للأبناء القصر الصغار، كيف ممكن أن مثلا نثبت حقوقهم في حال عدم الورث خروجهم مثلا في الشركات الاستثمارية؟ هنا كيف الأشخاص هذول اللي طبعا أو فاقدين الأهلية هذول كيف نثبت حقوقهم المالية؟ كيف يتم إثباتها؟ طبعا هنا نفرق بين التعاملات. يعني إذا كانت المسألة خص الرغبة في مثلا شراء حصة لقاصر أو بيع نصيب لقاصر، في هذه الحالة طبعا التعامل هذا يكون عن طريق المحكمة وبيأخذوا إذن للموضوع هذا ونظم المسألة هذه قانونيا وشرعيا لدى المحاكم. فإذا كان الشخص مثلا جاء ويبيع نصيب قاصر، هو مثلا ولي على القاصر هذا، فطبعا بيطلب من المحكمة إذن بيع، والمحكمة طبعا بتتأكد من خلال إجراءاتها أنه هذا البيع فيه إثراء للقاصر وبيع صحيح، تأكد من عدالة السعر، وطبعا المال هذا بيكون محفوظ لدى بيت المال في المحكمة حتى أنه يستبدل هذا محفوظ بيت المال. أي نعم طبعا، من باب حماية حقوق القصر أو العادمين الأهلية أو اللي هم فاقدين الأهلية. طيب بس لو كان في وصي عليهم يعني أو أحد عليهم، كيف يتم محاسبة مستقبلا مثلا إذا كبروا وجوا يبغون مثلا يراجعون حقوقهم المالية؟ طبعا أنا أفضل هنا في الحالة هذه أنه من أراد له الله أن يكون وصي على قاصر أنه يراعي الله أولا، لأن هذه طبعا رقابة ذاتية للشخص نفسه بينه وبين رب العالمين، وأنه يكون حريص على أنه يكون مسجل هذه التعاملات، تسجيل ورقي مكتوب مشهود، حتى أنه في القاصر هذا حين بلوغ الرشد وحاب يتأكد حاب يشوف إيش كان يسوي مع الولي، أنه يكون هذا كل شيء مسجل وموثق حتى ما يكون في خلاف معين. وإذا كان في خلاف حصل لا سمح الله أو كان في تبديد من الولي لحق أو مال يخص القاصر هذا، يمكن محاسبته من خلال دعوة في المحكمة، ممكن محاسبته. أيوه ممكن طبعا، لأن إحنا بنشوف كثير بنسمع كلام أستاذ ياسر مثلا كان عندهم مثلا عقارات أو مثلا فلوس في البنوك واختفت فجأة. احنا رح نرجع ان شاء الله اكيد هذا، نبغى نفتح موضوع قادم ان شاء الله معك استاذ ياسر بعد حضرتك معنا. مرحبا، موضوع واسع هذا يحتاج له اكيد يحتاج له وقت ان شاء الله نفتحها معك في المستقبل. يلا رح ناخذ مشاركات الهاتفيه، نبدا مع حازم. الو اخوي حازم. يا الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من وين اخوي الكريم؟ انا اكلمكم من كندا. من كندا، حيا الله اخوي حازم. تسمعنا بكندا؟ شلون تسمعنا، عبر الموقع ولا الاب ستور؟ والله عبر الموقع، ما انا يعني بصعوبه شويه بندخل على الموقع عن طريق موقع مساعد وكذا، لكن الحمد لله سهل. كم التوقيت عندكم الحين في كندا، كم ساعه؟ والله احنا قبلكم يعني، احنا اخر الليل دحين تقريبا الساعه 2:30 الليل. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب. سهرانين احنا عشان يعني الاستاذ ياسر المستشار القانوني المعروف اكيد.
أنا أخوه ياسر، أنا أخوه ما شاء عشماوي. ما شاء الله أول شيء أحب أهنيكم على البرنامج أول شيء أختي. تسلم تسلم. البرنامج جيد وطرح جيد صراحة. تسلم أكيد محامي معنا مثل أستاذ ياسر. أستاذ ياسر المحامي وكل المستمعين إن شاء الله. شكرا. ما يعني ما حاب تسأل أستاذ ياسر، ما حاب تسأل أي سؤال إن شاء الله كمان يعني. طبعا. يلا تفضل. عندنا قضايا مع الأسف يعني كثير بنشوف تتعرض لها كثير من الطلبة المبتعثين عندنا هنا في الخارج في كندا، يواجهوا مشكلة في بالنسبة للقضايا المالية تتعلق بتحويل مخصصاتهم المالية اللي بترسلها الدولة لهم، وبيسألوا كثير يعني بيسألوا دائما عن طريق المحاماه مكاتب المحاماه والأشياء دي على تحويل المبالغ المالية اللي مثلا تكون عن بيع بعض العقارات موجودة بالخارج وإدخال المملكة العربية السعودية من الناحية القانونية. فياريت لو يتفضل الأستاذ يدينا فكرة عن الموضوع. يا شكرا لك أخوي حازم، وترجع إن شاء الله لأرض الوطن سالم وغانم إن شاء الله يا رب. شكرا لك، تفضل أستاذ ياسر. عشان أي حوالة مالية تجي من خارج المملكة إلى داخل المملكة والعكس، فإذا كان في صار إنه مثلاً واحد مبتعثين يملك عقار خارج المملكة وباع، حيبيع طبعاً حسب نظام البيع والشراء في كندا أو في أي دولة، وطبعاً المبلغ المالي طبعاً يتحول عبر البنك من خارج المملكة داخل المملكة، ويكون واضحة عملية التحويل المبلغ هذا، وواضح عملية البيع اللي كانت منشأ هذا المال، ويتحول على الحساب بدون أي مشكلة يعني. نعم يعني بس عن طريق حوالة في البنك فقط. أي نعم عن طريق حوالة هذا الموضوع. طب ناخذ أخونا عبد الرحمن. عبد الرحمن ألو. نعم يسعد مساك أخوي عبد الرحمن، حياك الله، تفضل. الله يحييك. تفضل يا عبد الرحمن. والله مكلمكم من لاس فيغاس. حياك يا هلا ومرحبا. أي والله عن طريق الموقع. ما شاء الله تبارك الله، تفضل. فحبيت والله يعني أصبح عليكم ومسي عليكم عن توقيتكم. أنتم فكم عندكم الآن؟ الحين عندنا 12:38 دقيقة الظهر. حضرتك مبتعث؟ إيه مبتعث. الله يوفقك إن شاء الله يا رب. سعيد يعني اليوم إحنا كثير محظوظين، مكالمة من كندا ومكالمة من لاس فيغاس بعد. هاي عبد الرحمن. هلا. عندك سؤال؟ لا والله. طيب يلا شكرا لك شكرا لك. لا خلينا ناخذ ام ناديه. ام ناديه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ام ناديه، تفضلي. منوره يا اختي امينه كل يوم، الله يوفقك. بعد قلبي تسلمين يا ام ناديه من الطايف، النور بوجودكم بوجود اكيد ضيفنا المحامي استاذ ياسر. ممكن اساله اكيد، تفضلي. كيف حالك يا اخوي؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ام ناديه، الله يحييك يا اخوي. بسالك الله يسعدك ان شاء الله، قبل سنه يعني اتصال من شركة موهومة، ويعني أصروا علي أني فزت بجائزة، وقالوا أعطينا رقم الحساب، أعطيتهم رقم الحساب بس ما كان عندي بطاقة، فكيف يا دكتور لازم أغير حسابي ولا كيف؟ طبعا شكرا لك يا أم نادي، تفضل. ما عندك بطاقة صراف أو ما عندك البطاقة اللي فيها رقم حسابك، على كل حال أنت أعطيتهم رقم حسابك على أساس اتفقت معهم أن يحولوا لك مبلغ أو أن تحول المبلغ، هي راحت ولا موجودة؟ لا راحت موجود. طيب هو على كل حال في الفترة الأخيرة جاتنا شكاوى ونفسنا نشوف الموضوع هذا صحيح. منتشر عملية المساهمات والتجارة الوهمية واتصالات مخارج، طبعا هذا في السابق كانت شكل مشكلة، الحمد لله الآن صار في وعي والناس صارت قبل تتعامل مع أي طرف تتأكد أن هذا الطرف مين وإيش الهدف من العمل اللي بيقدم عليه. لكن أنا ما يعني أنا أنصح أي شخص إنه بيتعاقد مع شخص على عمل أي عمل بزنس استثماري بورصة بيع شراء جوائز وهمية إنه يعني يتأكد بس إنه هذا الموضوع نظامي، لأنه في حال إنه يكون في سلبة أو ضياع الأموال هنا مشكلة كبيرة، إن إحنا هنضطر نلاحق شخص مجهول وممكن تتعثر عملية إن ترجع حقوقه بعض الأحيان. صحيح زي التجارة عن طريق الانستغرام، وذلك تحتاج وعي شخصي من الشخص نفسه. صحيح. نروح للمشاركة الثانية، معنا أخونا أحمد. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي أحمد. هاي برنامجك الرائع، وعندي سؤال للمحامي لو سمحتي. تفضل. بالنسبة للورث، ما الورث يعني في ناس يخرجون من يعني يطلع لهم في الورث، يخرج واحد من الورث يعني فيكون يسوي قضية وقضية وسنة وسنتين وثلاث سنوات، يكونون طلعوا صك ورثة
وصارت زي ما تقول الأملاك والحاجات هذه صارت بأسماء الأشخاص نفسهم، فلهم إمكانية أنهم يبيعون ويشترون وزي كذا فيتصرفون في الأموال هذه. ليه ما في قانون في المحكمة أول ما يقدم الشكوى أنه من الورثة هذا الشخص صحيح. يتوقف كل الأموال حقة ليه ما يشوفون هل يستحق هذا أنه الورث أو لا؟ الله عليك أستاذ أحمد، شكرا لك. أحب تسأل أي سؤال أستاذ ياسر ولا؟ لا أنا واضح. هو طبعا إذا في حال موت المورث أول ما بيصير أنه بيطلع شهادة لإثبات وفاة هذا الشخص فورها يكون هنا في مرحلة واحدة من الحالتين، يا يكون في اتفاق بين الورثة على تقسيم الإرث، وهذه تكون عن طريق شباك وإرث وعن طريق المحامي، ممكن هو يعني حتى يبيع ويشتري في العقار هذا حسب الاتفاق ويوزع لكل من نصيبه بالتراضي. في حال أن يكون في واحد من الورثة على خلاف، طبعا في الحالة هذه بيتقدم للمحكمة عن طريق دعوة اسمها دعوة طلب قسمة إجبار في وهنا من حقه قسمة إجبار اسمه. أي نعم نعم، ويتقدم هذا الشخص للمحكمة ومن حقه أن يطلب الإيقاف التصرف في الإرث نفسه. لكن المشكلة اللي في غالب الأحيان أنها بتأخر عملية زي ما تفضل أخونا بيقول ليش تتأخر القضايا، يعني هي أسباب تكون خارجة عن يد القضاء وتكون خارجة عن يد المتقاضين نفسهم، أنه يكون هذا العقار على التزامات الغير، يكون عنده مطالبات، يكون فيه قصار، أنه يكون في مثلا خلاف واسع في القيمة الإيجارية واعتراضات وكذا. في هذه الحالة أنا أفضل أنه طبعا مواضيع قسمة الإجبار في وخاصة إذا كان وعاء التركة نفسه كبير فأفضل أنه يكون هذا الشيء عن طريق محامي، لأنه يحتاج العملية التنظيم أمام المحكمة لمسألة عرض العقار هذا بالذات. احنا بنشوف عندنا ايوه بنشوف كثير من هالمشاكل عندنا يمكن في المملكه، حتى ممكن ساعه اللي بيصير تقسيم الارث بالذات اذا كان يعني زي ما قلت كبير مثلا بينعطى حتى ممكن الاولاد والبنات ما ينعطون مثلا في حالات معينه. لا 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 ما فيش لا 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 في بتصير. انا يعني صادفتني كثير بنات كانوا بيتصلون يقولوا لي ليش تسالين المحامين من خلال يعني المحكمه؟ لا يمكن يصير هذا الشيء من خلال لا مثلا ابوهم على قيد الحياه مثلا كتب لهم نعم. كتب بيع وشراء مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، ولكن استقصى منهم البنات او اعطاهم جزء مره بسيط من تركته، لكن غالبة التركه راحت للاولاد. لا هذا ننظر احنا التصرف هذا ايش هو بالضبط. هذا زي ما قلت ممكن يكون وصيه فهنا في الوصيه احكامها، اذا كانت زادت عن الثلث او كذا فممكن الطعن فيها وقصه ثانيه، او اذا كانت هبه فمن حق الشخص حال حياته انه يوزع، مو يوزع تركته، انه يكتب لمن شاء من اولاده او الغير نعم. يتصرف تصرف المالك في ملكه ولكن يراعى انه العمل هذا يكون يعني الشخص هذا نفسه صاحب المال براعي الله طبعا وبراعي المساله هذه واجب. نعم. طب ناخذ في اتصال ياسر. طب احنا نطلع فاصل. طب احنا نطلع فاصل لكن اكيد رح نرجع مع المحامي والمستشار القانوني الاستاذ ياسر طلال عشماوي. اللي حابين يطرحون اي سؤال او اي استفسار على الاستاذ ياسر شاركونا على ارقامنا التاليه، رح ناخذ على خط الهاتف 012-61-61-100 012-61-61-100. أيضا بإمكانكم المشاركة معنا عبر تويتر على @@FM وآت ياسر أندرسكور طلال وآت أمين العبدالله A3M4A. وأكيد كل الشكر اللي ما زالوا بيرتوتون لبرنامج طاقات بلا حدود، وطبعا يلا على السريع حصة وأسماء وتوتا وزهر قربان فاصل لك رح نرجع نواصل معكم، فخليكم على أثير موجتنا وموجتكم السعودية ألف FM. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. على 012-61-61-100 012-61-61-100 رح نستقبل اتصالاتكم لكل اللي حابين يطرحون أي سؤال أو أي استفسار للمحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر طلال عشماوي. يمكن قبل شيء المتصل أثار حديث تحت الهواء وإحنا قاعدين نتكلم على الإرث ما الإرث، لكن خلينا نرجع ما شاء الله الاتصالات نحاول نأخذ على قد ما نقدر. مين معانا؟ صالح. أي نعم. حياك الله أخوي صالح، تفضل. سلم. تفضل انت. ممكن اتكلم مع الحامي؟ ايه تفضل. ايه كيف الحامي؟ اهلا وسهلا الله يحييك استاذ ياسر. عندي انا موظف حكومي. نعم. تمام. عندي تقرير مرفق على الاداره حقتي. عفوا ما سمعت. مرفق تقرير طبيه. نعم. نعم. كان في نائب المدير ما يعتمدها.
أوكي. هي قرار مو من ذات المالية طبعا. مو من ذات المالية فخلاها كذا فترة عنده. أوكي. فتضح لي بعد فترة ما هي مرسلة للإدارة ولا قبلها قال لي حاسم عليها. من راتبك ها؟ إيه قال من راتبي حاسم لا. طيب أخوي هذا سؤالك يا أحمد؟ إيه أقدر أشتكي لديوان المظالم. طيب ابشر اخوي انا جاني من الاداره تحديد عندك عدد ايام غياب بعذر هي بعذر. طب بس اخونا صالح سؤال، انت كيف لما قدمت الورقه هذه كيف قدمتها والتقرير الطبي؟ قدمت المشرف حقي. اوكي طبعا انا تقريبا متفرقه، كان في نموذج معين عبيته وذكرت فيه ورفقت لا تقرير طبي مبدئي اعطي المفروض انهم يعطوني استفسار طلب الاصل واجيب الاصل من المستشفى. طيب صحيح نائب المدير ما ارسل الاداره. طيب جاء حاسم من راتبي قال من يعتمدها. طيب في الحاله هذه انت تقدر تتقدم في شكوى في نفس القطاع الحكومي اللي انت تعمل فيه لمديرك وينظر الشكوى هذه، وإذا نفس مديرة مثلا ما نظر فيها المكتب العمل أتوقع يعني سبيل. لا هذه ما تخطر لا يروح ديوان المظالم. ديوان المظالم في الحالة دي. طيب ناخذ أخونا حمد من المدينة المنورة. أخوي حمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أختمينا؟ الحمد لله تمام تفضل أخوي. الله حيك. بس حاب أسأل المحامي، أنا أحد ورثة متوفى الله يرحمه وآمين إن شاء الله، والوكيل أنا ألغيت الوكالة عنه، ايش في اجراءات ممكن اقدر اخذ حقي انا؟ من فين تاخذ حقك؟ من المورثين ولا من الوكيل نفسه؟ من المورثين. ايوه اول شيء انت لغيت الوكاله فسخت الوكاله انا وابلغت حلا عن طريق فسخ وكاله، رحت كتابة عدل وفسخت الوكاله هذه. ايوه فسخت الوكاله انا وابلغت الوكيل. طب هو ايش سوى الوكيل هذا اساسا؟ رفع دعوه الوكيل ولا؟ يعني هو لا مش رفع دعوه، انا صارت بيني وبينه مشكله وما ابغى يكون هو الوكيل. بس ما بدأ في الموضوع. لا ما بدأ في أي موضوع، يعني حتى الوضع زي ما هو بالنسبة للأموال أو التركة هي زي ما هي على القسمة الأولى ونفس الوضع زي ما هو. أنا أبغى أخذ يعني. طيب هذه التركة بالنسبة لك اللي أخلفها مورثكم معلومة ليك طبعا، معلومة الإرث نفسها. إيه معلومة كل شيء واضح يعني ما في أي شيء. طيب احنا قلنا قبل شوي انه يعني تتوجه للمحكمه وتطلب قسمة اجبار في حال انه الورثه ما تعاونوا ما حاولوا انه يوافقوا ما توافقوا معاك على حل المساله هذه وديا، من حقك انك تتوجه للمحكمه وتطلب دعوه من خلال دعوه طلب قسمة اجبار وتاخذ نصيبك الشرعي، واذا كان في عندك مشكله على الحسابات البنكيه والعقارات هذه طبعا بيحل لك هي القاضي ويخاطب الجهات ويتاكد من القيمه حسب الاجراءات المتبعه. يعني اذا كان في اموال في البنوك وكذا اي طبعا اذا حتى لو كان في اموال غير معلومه بيطلب من القاضي ان يتوجه بخطاب لمؤسسه النقد ويحصر الاموال المورث ويعرف حجم التركة وتتقسم حسب الأنصب الشرعية. العملية بسيطة ما هي نعم إيه. لا إن شاء الله نخصص حلقة عن الورث وقسمتها معك أستاذ ياسر المشيئة إحنا حاضرين إن شاء الله. ناخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخوي. عندي مشكلة كذا حصلت للوالد، هي مشكلة مالية اشترك في مشروع، جاله شخص كذا كلمه على مشروع على أساس يشترك معاه كان حجاج، فكان هو الوالد بحيث انه يحط فلوسه ضمان بنتي للمشروع. نعم. هو ومعه كم شخص مشتركين على اساس يكون المبلغ حقه ضمان بنكي ما يمسكه المشغل المشروع. بحيث انه اذا انتهى المشروع يرجعوا له الضمان البنكي ويعطوا له معدل ربح نسبه سنويه لمده 3 سنوات. نعم. فكان في دراسه جدوى أعطي الوالد دراسة جدوى شافها وكان المشروع يعني طيب. على حسب دراسة الجدوى مشروع ناجح. طيب السؤال دحين الوالد له انتهت السنة المهلة اللي هي عشان يردوا له الضمان البنكي، وانتهت الآن نصف سنة من اللي هي المفروض يعطونا، عدت نصف سنة من الموعد اللي المفروض يعطونا فيه الأرباح الأولى. طيب السنة الأولى وما أعطوا له أي مبلغ مالي إلى الآن، ما في أي شيء يثبت عند الوالد أنه أخذ الفلوس ثم
إلا هو أعطاهم الفلوس عبارة عن شيك مصرفي. عنده الوالد عنده الذيل, والذيل الشيك موقع عليه المستلم, هذا الإثبات الوحيد. ومعاه عقد كمان, عقد صار بينه وبين صاحب المشروع. نعم تفضل استاذ ياسر. العقد هذا والدك كان طرف فيه باسمه الشخصي ولا بصفته صاحب مؤسسة أو صاحب شركة؟ لا باسمه الشخصي. واعطاهم الضمان المالي واعطاهم كمان شيك مصرفي صحيح؟ لا شيك مصرفي فقط, الشيك المصرفي بحيث انه هم يحطوه في الضمان الضمان البنكي وما اعطوا له اي اثبات انهم حطوا الفلوس هذه في الضمان البنكي. طيب في الحاله هذه الطرف الثاني طبعا هو برضه شخص مفرد ولا شركه؟ لا شركه بس باسم شخص يعني. طيب يتوجه بقضيه للمحكمه ويطالب فيها بحقوقه لمخالفة بنود العقد, حتى لو مع الشيك بديل الشيك فقط موقع يعني. طبعا الشيك هذا يثبت عملية أنه الطرف الثاني استلم المبلغ ويرفع الدعوة ويثبت والكلام هذا مثبت حسب العقد فيرفع دعوة قضائية. نعم إن شاء الله ما في حد حقه بيضيع في هالبلد إن شاء الله يعني. إن شاء الله ناخذ عبد الله. عبد الله يا هلا, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. مساك الله بالخير يا استاذ امينه. يا مساك الله بمثله ومستمعينا ان شاء الله يا رب. الله يسعدك. لا 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 بدك المحامي لو سمحتي الاستاذ ياسر. تفضل. لو سمحت انا بالنسبه عندي قضيه, اشتريت سياره من احد المؤسسات. وللاسف يعني طلع في عيب في السياره ونحن ما استلمنا السياره. واشتكيت لوزاره التجاره. للأسف يعني ما كان في تجاوب نهائيا. طيب. واضطريت إني أستلم السيارة. بعد ما استلمت السيارة برضو طلع فيها العيب اللي نحن كنا خايفين منه. وديناها الشركة. للأسف يعني الآن يمكن أشكل من 4 أيام ونحن معهم في 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 في, في مشكلة. طيب. فما أدري يعني لأي جهة نشتكي. طيب تفضل استاذ ياسر. هذا العيب انت كيف عرفت انه موجود قبل لا تشتري السياره؟ هذا العيب طول الله عمرك يعني واضح. العيب كان في 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 يعني في امام السياره, مقدمه السياره يعني باين دقه للسياره. طيب. والسياره يعني انت عارف السياره جديده ما عمرها مقاعدها تكون وسخه الا في 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 استخدام كان لها. طيب انت لما جيت تشتري السياره يا اخوي عبد الله ما عينت السياره هذه؟ ما شفتها؟ ما فحصتها؟ لا للاسف انا اشتريت السياره عن طريق المؤسسه وكان يعني نظامها ان تحويل للبنك. انا يعني هم الوسيط عن طريق البنك. يعني انت اشتريت السياره وما شفتها؟ لا ما شفناها. طيب وبعدين لما جات السياره وجينا نستلمها يعني بانت بعض العيوب, رفضت استلامها. طيب حوالي 2 شهر زمان انا ما بين يعني اماره منطقه مكه وزاره التجاره, للاسف ما طلعت بنتيجه, اضطريت اني استلم السياره. بعد ما استلمتها بيوم واحد طلعت فيها عيوب. وديتها الشركه. للاسف يعني ما ماني فاهم يعني هذه يحتاج نشوف العقد اللي كان بينك وبين المؤسسه ونشوف البنود اللي فيه. فإذا ثبت طبعا وتبين من العقد انه هذه الشركه تضمن لك العيب وتضمن لك في فتره ضمان وكذا, هذا تقدر ترفع دعوه قضائيه في المحكمه وتطلب. لكن اذا كان انت ما عينت السياره واشتريتها وقررت انك انت عينتها, إن انت حتكون في اشكاليه في الحاله هذه. واتمنى انه ما يكون الموضوع بالطريقه دي. نعم ان شاء الله. ناخذ معنا عبد الله. ابراهيم موجود؟ ابراهيم ناخذ ابراهيم. الو نعم حياك الله اخوي ابراهيم, تفضل. اكلم سعاده المستشار. اكيد تفضل. تفضل يا استاذ ابراهيم. سعاده المستشار بعد اذن عليك انا سؤالي بخصوص عقد الايجار. نعم تمام العمرك. هل يحق للمستاجر عند الاخلاء الخروج قبل انتهاء مده العقد القانونيه المنصوص عليها طلب التامين المسترد الذي قام بدفعه عند التعاقد؟ اذا وافق المشتال بقى المؤجر ليك انك تخلي العقار, طبعا من حقك تاخذ التامين بعد ما يتاكد انك انت سددت الفواتير وسددت الالتزامات الأخرى اللي كانت دفع التأمين هذا مقابلها. نعم. وأنا أستغرب ليش أنت ساب العقد قبل نهايته, في عقد وفي مدة. لا طال عمرك إحنا شركة عقارية وعندنا مكاتب تجارية تمام. فيكون المستأجرين طبقا للقانون العقدي يخرجوا قبل انتهاء المدة فبيطالبوا بالتأمين بس. طيب من حقك نعرف الناحية القانونية من ذلك. أيوه طبعا تطالب بالتأمين فور انتهاء العلاقة والتصفية.
نعم. مع المؤجر حتى لو خرج قبل انتهاء المدة القانونية في حالة اتفاق طبعا مع المؤجر. نعم. شكر لك إبراهيم. نحن الوقت دهمنا أستاذ ياسر. أنا جدا شكرا تواجدك. يعطيك ألف عافية أنك خصصت لنا هذه الساعة من وقت حضرتك. وكلنا كده استمتعنا واستفدنا أيضا بنفس الوقت. إن شاء الله. ونقول لكم كل عام أنتم بخير وإن شاء الله ينعاد رمضان علينا سنين في أحسن حال وفي اللهم أحسن أوضاع. اللهم آمين. اللهم آمين. مستمعين الكرام كان معي على المدى ساعة كاملة الأستاذ المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ياسر طلال عشماوي من مكتب المحامي ياسر طلال عشماوي. ولليوم الأستاذ ياسر سلط الضوء على إثبات الحقوق المالية. ايضا كل الشكر لكل اللي تواصلوا معايا اليوم عبر تويتر وكل الشكر للي طبعا رتبتوا الحلقة اليوم من برنامج طاقات بلا حدود وايضا اللي تواصلوا معانا عبر خط هاتفنا ونقول السموح للي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم ان شاء الله الاسبوع القادم. ايضا كل الشكر لزميلتي رشا اندجاني من خلف الاخراج والهندسة الصوتية. انتظروني بكرة بمشيئة الله تعالى من الساعة 9 الى الساعة 10 صباحا من خلال برنامج جادات بكرة نبي شيلات قصايد أغاني أمثلة كل واحد من منطقته أيضا كل واحد من بلده من مصر من السودان من لبنان. ويجدد تواصلي أيضا معكم مرة ثانية من خلال برنامج طاقات بلا حدود بحكاية أو حزاية مثل ما تعودنا كل أسبوع بنختم فيها أسبوعنا وأكيد بنستشف منها الكثير من المواعظ والعبر والمواقف اللي مرت علينا في حياتنا. كنت معكم أمينة العبدالله. فمان الله.